السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدين قناة رودينا زين. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير والصحة جيدة إن شاء الله. كما كتعرفوا كل شيء كيحمق على تاكوس ديال الزنقة، وحنا اليوم إن شاء الله غادي نصيبوه في الدار تقريبا بنفس المكونات، غادي يعجبكم إن شاء الله. بقاو معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر. إيما زيغن، السلام عليكم. تمني خاطري مارة مليح، يجن صحة صبحانت إن شاء الله. نهار هذه فيديو يا غنستوجد التاكوز هنك ديت الدات قيم فكيدي تبعم كيدي فيديو حتى رنكا. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو في الطريقة. أول حاجة عندي صدر ديال الدجاج، هو مقطع قطع طريفات صغارين، وانت تدمع ثويا زيت كي خزين وعزين تدمع ثويا زيت مزيان شغار يدرو سنيوذان ثلاثة واها. وني غادي تصني وذان هذيك قطع، يعني على حسب شحال يوذان. هنا انا درت نص ديال الستر ديال الدجاج، حيت عندي غير ثلاثه ديال الاشخاص، ما عنديش بزاف. الا كان بزاف تزيدو. وبصله صغيره، ها هي حبه ديال البصله، غنقطع هذا الشيء. وعندي جوج فصوص ديال الثومه، اثنين نتاع حبه نتاع الشاف تي مزيانين. المهم تقصر بصر، غنقطعوا البصله هي الاولى. بالنسبه للصدر ديال الدجاج راه مقطع، في حبان نتي الشاح نتي كغيتها نتا ككر بصر. بالنسبه للثومه انا درتها في هذه، دابا تقطعوها طريفات صغارين صافي. دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه، اللي غادي ندير الزيت سخن في المقله باش نطيب فيها الصدر ديال الدجاج مع البصله والثومه. من بعد ندوزو نوريكم كيفاش غنديروا لهاد الشيء. المهم انا درت المقله سخون، غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، كيعجبني نستعمل زيت الزيتون لان تيكشف نزيد شنو الزيتون ديال المقله تحمى. ونلوح فيها هاد الدجاج، نضيف البصلة والثومة فوق داك الشاف نرسل. غنخليها تتقلى شي شويه وتبان ليا هاد البصلة. من بعد غادي نضيف العطريه، الزجاج غادي شويه يزيد اكثر بصل بعدا يتخرعفها. دابا هاهي البصلة دبالت ليا مع الدجاج، غادي نضيف العطرية وخا ديك خرعت فيها ثويا زيت، نديرو شوية الملحة، شوية المتجر في الكير، والقليل من الزنجبيل، شوية سكينجبية، والقليل من الفلفل الأسود، شوية الإبزار، دروس توهاب، ميزي غالي دروس تنقوال، هاديك دروس نعطو وهاب. ونضيف شويه ديال الزعفران، انا يخشوت الزعفران ما ندير لا الماء لا والو، غنخليه غير هكا غير هكا بحال الا كيتشوى الدجاج مع البصله. نخليه يتقلى شي شويه مع العطريه ونطفي عليه. صافي خاص سيخ خويا. دابا غادي ندوزو نحضرو الصلصه اللي غنديروها في التاكوس،
ونحضروا حتى الشلاطه. الاخوان عندو هانيك لاصوص ني غانيك تاكوس الشلاطه ني كيصحالك. المهم كناخذ واحد الزلافه باش ندير فيها هاد الدانون، دانون مسوس هانيك، دانون مساس خاصني شويه مايونيز. صافي شفت خاصني شويه الكيتشوب، وانا داك الكيتشوب بمزير ما متقم كيتشوب تخسم. انا درت شويه ديال المايونيز وشويه ديال الكيتشوب، كيتشوب حلو هذا تقدروا تستعملوا اللي عندكم. كما كتشوفوا غادي نضيف شويه ديال الهريسه غير شويه. بالنسبه للهريسه كتكون اختياريه، يعني تقدروا ديروها وتقدروا تستغناو عليها. كي غدا انت شويه الهريسه، بالنسبه للهريسه زعما ما تقم لي غتكسم باش ناقصهم. شوفوا ليا مليح ايتي شوم مش الكميه الطم قرنت، يعني مرات تقيم الطاس نيلال تزد ونيتا باش الخو خفي زايد منايا. حتى هذا غطاف. دابا غادي ندوزو نقطعو هاد الخس. انا درت شويه ديال الخس ودرت نص ديال الخياره كما قلت لكم على حساب الاشخاص اللي عندكم. انا عندي داكشي قليل غادي ندير غير نص، وعندي الحبه ديال الماتيشه. المهم نقطع، نحاول نقطع الخيار. بالنسبه للخيار نقطعو بهذا الشكل. غنشفت الخس تا هو نقطعو، نشدو الطماطم حتى هي نحيد ليها هذا، نحيد هذا البذور باش ما تخليش الطاكوس معجن. نكس الزريعة تمو باش ودنغي وخيسو في الطاكوس ني يدور معجن. صافي دابا غنقطعوها على هاد الشكل هذا. غنزيد لها غير مرة صافي سالينا. المهم هانتوما الخبز ديال الطاكوس، غنحاول ندير هذا لداخل. غناخد الأول، غناخد هذا، هذا لاصوص غادي يصير شوية ديال لاصوص نشكل واحد الطبقه لتحت، ندير الدجاج بالطريقه. بسم الله ندير دابا شويه ديال الشلاطه، ندير الخيار وندير ماتيشه. غادي ندير هاد الجبن، ويمكن نشكلو بهاد الطريقه. غندير واحد من هاد الجهه وواحد من هاد الجهه، وغنضيف شويه من هذا.
صافي يغنسد بهذا الشكل. هانتوما شديتو وغندير تاني انا درت شويه ديال الزبده في هذه المقله ودهنتها. دابا غادي ناخذ التاكوس ونطيبه. بسم الله. مقله صغيره هزات ليا غير جوج، ما كيحتاجش يعني الوقت بزاف باش يطيب، دغيا كيطيب التاكوس. خميتنا انا دغيا وتحتاج يجيبوا الوقت الطاس. مشاهدينا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وتعجبكم هذه الوصفة. هذه هانتوما شوفوا التاكوس كيفاش كيجي لداخل، ما فيه لا فريت لا والو، يعني كديروا المكونات اللي بغيتوها هانتوما، القوام اللي بغيتوه كديروه. انا ما كيعجبنيش فيه الفريت بزاف، داكشي علاش كنصايبو في الدار كندير ليه هذه الطريقه هذه. كنتمنى تنال اعجابكم. ايما زيغا نوض كيوم غون كان فيديو، تمني الوصفه هذا ومتعجب. انا مرقاكيش فيديو نغنيتي ان شاء الله. زي السردينيه، بسلام عليكم.